أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع 6 عمليات اغتيال في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إثر عملية إعدام جماعي نفذتها هيئة تحرير الشام في إدلب بحق 5 أشخاص بعد حملة طالت عشرات الأشخاص بتهمة المشاركة في عمليات اغتيال. وبحسب أرقام المرصد فقد أودت الاغتيالات في إدلب إضافة إلى محافظتي حلب وحماة بحياة 300 شخص منذ أواخر شهر أبريل نيسان الماضي، بينهم 31 مقاتلا أجنبيا.